في هيئة الشارقة للأستثمار والتطوير لتطوير مشروع مدينة مليحة. هذا المشروع الذي يعتبر مشروع فريد من نوعه سوف يضيف الآثار والسياحة البيئية في مكان واحد. تاريخ المنطقة سوف نتحدث عنه في مركز مليحة للآثار. سوف يتعرف الزائر لهذه المنطقة على تاريخ المنطقة، على هجرة الإنسان من أفريقيا إلى آسيا، تاريخ الجمل وتاريخ الخيل العربي. بالإضافة إلى ذلك سوف تكون لشروق بصمة خاصة للتسويق لهذه المنطقة وترويجها، بحيث تصبح هناك برامج تثقيفية، برامج سياحية، بحيث يصبح للأسرة الاستمتاع في هذه المنطقة الجميلة. يتميز موقع مليحة القديم في أنه الموقع الذي شهد تنقيبات أثرية مستمرة على مدى 40 سنة الماضية، ونتج عن هذه التنقيبات اكتشاف ملامح أثرية عديدة ومهمة تمثلت في القلاع وفي القصور وفي ورش الصناعة وفي المدافن التذكارية وفي مقابر الخيل والجمال وما إلى ذلك. أظهرت غنى المجتمع الذي صنعها، وأظهرت قيام صلات تجارية وحضارية بين أقاليم العالم القديم، ومنها أقاليم الإمبراطورية الرومانية، وادي الرافدين، ووادي النيل، وإيران وهند وما إلى ذلك. لدينا أدلة قوية واضحة على قيام مجتمع كامل متأثر ومؤثر في هذه الحضارات.